لما ربنا يسوع المسيح رأى إن زكا مشتاق يشوفه، بيقول القديس لوقا في إصحاح 19 في عدد 5، لما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له: يا زكا أسرع وانزل، لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. أسرع وانزل، ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. وبعدين في نهاية القصة بتاعت زكا يقول: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. كتير أول واحد يشتاق إنه يشوف الرب يسوع، ويمكن لما تسمع فصل الإنجيل بتاع زكا تقول: يا ربي، هو ممكن فعلا انك انت كده بحقيقتك تيجي عند البيت؟ ممكن تزورني في البيت؟ الحقيقة الرب يسوع ادى لزكا اكتر من اشتياقه. زكا كان عايز يشوف المسيح من فوق كده نظرة بعيدة، ولكن السيد المسيح قال له: تعال انا رايح معاك البيت، وهنتعشى سوا وهنقعد مع بعض، يبقى في شركة بيني وبينك. والنهاردة وفي كل قداس إلهي ربنا بيقول: تعرف احنا جايين نعمل ايه النهاردة؟ انتوا قاعدين دلوقتي عارفين انتوا هتعملوا ايه النهاردة؟ انت عارف هتعملوا ايه النهاردة؟ تعرف ان احنا لما هندخل قدام المذبح ونتناول دي معناها ايه؟ معناها ان المسيح مش فقط هيزورك في بيتك، ولكن معناها ان السيد المسيح نفسه هيحل جواك وهيثبت فيك ويبقى جواك، وتبقى انتوا عايشين في الدنيا بعد كده لما تخرج بعد التناول. ما بقتش انت ماشي لوحدك، ولا بتشتغل لوحدك، ولا بتتكلم لوحدك، ولا بتخدم لوحدك، لكن انت وفيك المسيح بروح الآب جواك. عشان كده البولس النهاردة رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى لكورنثوس إصحاح 1 عدد 9 قال لنا عبارة لطيفة قوي، دي اللي خلتني ان انا اتكلم في موضوع النهاردة. العبارة بتقول ايه؟ امين هو الله الذي به دعيتم الى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا. امين هو الله الذي به دعيتم إلى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا. يعني الله دعاك، الله دعاك. انت مش جايين كده من فراغ النهاردة، اوعى تفتكر ان انت حبيت تيجي وجيت، لا، ده ربنا اتكلم في قلبك، ربنا اتكلم في قلبك، ربنا اداكوا قوة، ربنا اداكوا حماس ونشاط ان يقول لك تعال النهارده بيتي، بيت الله، علشان يتبقى في شركه مع ابني،
في شركة مع يسوع المسيح ربنا. احنا بنسمي سر التناول هو سر الشركة، سر الشركة. وفي الواقع التناول هو شركة في عشاء الرب، التناول هو شركة في عشاء الرب. انتوا والرب يسوع مدعوين لشركة عشاء الرب. الداعي هو الله الآب، والوليمة هي المسيح نفسه، جسد ودم ابن الله. في رؤية 19:9 يقول طوبى المدعوين إلى عشاء عرس الخروف. فيا بختكم يلي انتوا دعيتم النهاردة عشان تشتركوا في عشاء عرس الخروف. انا الحقيقة اتكلمت في هذا الموضوع باللغة الانجليزية في القداس الانجليزي، ولكن احب ايضا اتكلم فيه معكم تحت عنوان المعنى الروحي للأفخارستية. المعنى الروحي للأفخارستية، والأفخارستية اللي هي سر التناول أو سر الشركة أو سر الشكر. كلمة أفخارستية يعني شكر. فلا أتكلم عنه المعنى الروحي للأفخارستية. لربما يكون البعض مننا بيجي الكنيسة وبيتناول ومش واخد باله هو بيعمل إيه، أو مش واخد باله البركة اللي هو بياخدها. طبعا عشان الوقت ضيق فأنا هقول بعض الحاجات باختصار، ومش هقول كل حاجة لأنه مش هقدر إن أنا أحتوي موضوع الأفخارستية في مدة ما تزيدش عن نص ساعة. أول حاجة الأفخارستية أو التناول هو ذكرى حية للمسيح. في لوقا 22:19 يقول أخذ خبزا وشكر وكسر وأعطاهم قائلا هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري. فهي ذكرى للمسيح، بس مش كده بس. كورنثوس الأولى 11 في عدد 23-24 يقول الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال خذوا كله هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري. كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هذه كلما شربتم لذكري. اخواتنا البروتستانت بيمسكوا في الآية دي، واحنا برضو بنمسك فيها، بس هما بيمسكوا في الآية دي وتصوروا ان الأفخارستية ذكرى بمعنى ان احنا نفتكر المسيح، نفتكره في عقلنا، ذكرى عقلية يعني. لكن الحقيقة ذكري أو تذكار المسيح هنا ما هيش ذكرى حقيقية، ولكن ما هيش ذكرى عقلية، آسف، ما هيش ذكرى عقلية، مش مجرد ذكرى عقلية، ولكن هي ذكرى حية بحضوره نفسه. يعني إيه ذكرى حية بحضوره نفسه؟ يعني كل ما اعمل أفخارستية، كل ما نعمل التناول، احنا بنفتكر ليلة العشاء السري، ونفتكر المسيح على مائدة العشاء السري يقدم جسده ودمه. بس مش بس بنفتكره، ده بطريقة عجيبة الروح القدس بياخدنا ورا الزمن ورا المكان، ونلاقينا احنا قاعدين مع المسيح على نفس المائدة
وان احنا بناخد من ايد المسيح نفسه الجسد بتاعه والدم بتاعه. يعني انت النهاردة عايزك وعايزك تحط في ذهنك وفي قلبك انك انت مش جاي بس قدام المذبح، انت النهاردة جاي قدام مائدة العشاء السري بتاعت خميس العهد، وانت جاي في حضور المسيح نفسه، وانت جاي تاخد من ايد المسيح نفسه جسده ودمه زي ما اداه للتلاميذ. ادي الذكرى. تقول لي هو التفسير ده ليه اساس في الانجيل؟ اقول لك طبعا الاساس مذكور في خروج 16 في عدد 33 لما كان ربنا بيقول لموسى على تابوت العهد، وموسى بيكلم هارون على اللي ربنا قاله له، فموسى قال لهارون قال له هات قسط، قسط يعني اناء كده زي حق الذخيرة عندنا في الكنيسة، قال وخد منه مكيال معين ملء الغمر وحطه في القسط ده، وخد القسط ده او الحق ده اللي فيه المن وحطه في تابوت العهد. فبيقول له كده خذ قسطا واحدا واجعل فيه ملء الغمر منا وضعه امام الرب للحفظ في اجيالكم. شهادة للحفظ عشان تفتكروا حكاية المن. السؤال اللي نسأله لكم، لما هارون خد الحق ده وحط فيه من وحط المن في تابوت العهد عشان كل ما يروح قدام تابوت العهد ويعرف ان المن هنا يفتكر المن اللي ربنا كان بيديه لهم 40 سنة، هل المن ده رمز للمن اللي كانوا بياخدوه؟ هل ده كان رمز ولا كان حقيقة؟ رمز ولا حقيقة؟ عايز اسمعها منكم، رمز ولا حقيقة؟ حقيقة. مش هو نفس المن؟ هو نفس المن. نفس الحكاية، ان انا في كل قداس الهي لما بقف على المذبح انسى انك شايف ابونا، وانسى انك في كنيسة ماري مرقص، وانسى انك في الحتة في جيرسي سيتي، انسى كل ده وانسى انك انت النهاردة. ولكن حط في قلبك ان الروح القدس هيوديك ورا الزمن، وديك ورا المكان، وتاخد الجسد والدم اللي على المذبح ده هو نفس الجسد والدم اللي كان في عشاء الافخارستية، هو نفس الجسد والدم اللي بيقدمه لك المسيح بايده. فهمت يعني ايه ذكرى حية؟ ذكرى حية يعني ايه؟ يعني حقيقية، يعني هو المسيح بقى حقيقته بجسده وبدمه، مش مجرد رمز ولا مجرد ذكرى عقلية. فإذا كان الموضوع كده ان احنا في وجود حقيقي في حضور حقيقي للمسيح وفي شركة حقيقية مع جسده ودمه، أصبح الأفخارستية أو التناول هو شركة لينا مع المسيح، وبالتالي شركة لينا مع الآب، لأنه قال الآب فيا وأنا فيا. شركة مع الرب يسوع، قال من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيا، يوحنا 6:56. يبقى أصبح لما أنا هدخل للمذبح المقدس وأخذ جسد المسيح ودمه أنا المسيح بيثبت فيا. وده اللي قلته لكم في الأول خالص، إنه مش يا بخت زكى لأن المسيح راح عنده البيت وتعشى معاه، يا بختي أنا ويا بختك انت ويا بختك انت، لان المسيح مش جاي مجرد عشوة ويمشي، ده المسيح جاي يثبت فيك.
جاي يثبت فيكي بجسده ودمه. هذا هو الخبز الحي النازل من السماء. شركتنا ان نحن فهي مع الاب ومع ابنه يسوع المسيح. لما المسيح يثبت فيا، المسيح بيقول الاب فيا وانا فيه. اصبح المسيح عمل نقطة اتصال، عمل زي بريدج، عمل زي كوبري، وصل بينه وبين الله بجسده ودمه. فاصبح الله فيا ايضا، الله فيا بروحي القدس. دي اول المعاني لموضوع الافخارستية او موضوع التناول. يعني المعنى الثاني للافخارستية هو الشركة وكرازة بموت المسيح. في غلاطية 3:1 بولس الرسول يقول لأهل غلاطية: أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا. يعني قدام ذهنكم المسيح مصلوب واضح، ذبيحة المسيح على الصليب واضحة قدام عينيكم. الحقيقة في الأفخارستية أو في التناول، إحنا بيبقى لينا شركة في ذبيحة الصليب، ذبيحة المسيح على الصليب. لأنه لما قدم جسده قال هذا هو جسدي الذي إيه؟ يبذل عنكم. والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. وقال خذوا هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين. صحصح معايا، صحصحي معايا. تعرف يوم الجلجثة المسيح كان على الصليب وكانت الناس بتتفرج عليه. اللي بيحبوه ليهم رأي، واللي مش بيحبوه ليهم رأي تاني. لكن تعرف النهاردة عن المسبح، المسبح أيضا هو جلجثة، لأن اللي على المسبح هو جسد المصلوب، واللي على المسبح هو دم المصلوب. اللي على المسبح اللي انت هتتناول منه ده هو جسد المسيح الذي قدم ذبيحة من أجلك، واللي على المسبح اللي انت هتتناول منه هو دم المسيح اللي سفك من أجلك. عشان كده بولس الرسول في كورنثوس الأولى 10:16 قال ايه؟ الكأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح؟ الكأس مش هي شركة دم المسيح؟ والخبز بس هو شركة جسد المسيح. يعني عجيبة قوي ان ربنا النهاردة بيقول لك ايه؟ انا هديك من على المسبح، هديك الجسد اللي تقدم على الصليب، وهديك على المسبح الدم اللي تسفك على الصليب. لأجل هذا من الألحان الحلوة في القداس الإلهي نقول أمين 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 بموتك يا رب نبشر. وإيه؟ أسمع منكم آمين 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 بموتك يا رب نبشر وبقيامتك المقدسة وصعودك السماوات نعتاد. السؤال بقى، السؤال، انت بتقول له انا هبشر بموتك وانا هعترف بقيامتك وبصعودك للسماء وجلوسك عند يمين الاب. ما هو احد امرين، يا اما انت شفت الحاجات دي واشتركت فيها ويبقى الكلام بتاعك صادق،
يا اما انت بتتكلم وخلاص تبقى شاهد زور، لا شفت موت الرب ولا شفت قيامة الرب ولا شفت صعود الرب ولا اختبرت جلوس عن يمين الاب. انت بتقول له امين امين امين، يعني حقا حقا حقا، يعني انا اطلع من القداس، اطلع من القداس عايز اقول للعالم كله يا عالم اسمعوا المسيح مات، يا عالم اسمعوا المسيح قام، يا عالم اسمعوا المسيح صعد، يا عالم اسمعوا المسيح جلس عن يمين الاب، اقامنا معه وجلسنا معه في السماويات. ليه اقدر اقول كده؟ لان انا في الافخارستية في التناول اشتركت في هذا الجسد وفي هذا الدم، وهذا الجسد وهذا الدم هو المسيح الذي مات وقام وصعد وجلس عن يمين الاب. فدلوقتي ما بقتش انا مجرد شاهد عيان، انا شريك مع المسيح، انا في الشركة معاه، انا متحد معاه. اللي انا بقول لكم عن موته وبقول لكم عن قيامته وبقول لكم عن صعوده وبقول لكم عن جلوس عن يمين الاب، مش واحد برايا يا جماعة، ده مش برايا، انتبهوا، ده فيا انا، ده فيك انت، ده فيك انت، لانك انت بتاخد جسد ابن الله وبتاخد دم ابن الله. عشان كده بقت الافخارستية والتناول شركة في جسد المسيح المصلوب والمائت والقائم والصاعد والجالس عن يمين الاب، وشركة في دمه ايضا. لهذا بولس الرسول في كورنثوس الاولى 11:26 قال كلما اكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه الكأس تخبرون بموت الرب الى ان يجيء. ليه نخبر؟ لان دي خبرة، خبرة مش حاجة انا اتعلمتها، حاجة انا خدتها، ده المسيح انا خدته. يا جماعة انا عايزكم يا رب كده ربنا يفتح عيون اذهانكم وقلوبكم وتحسوا اللي انا عايز اقوله، ده المسيح مش بيكلمك عن نفسه، ده المسيح بيديك نفسه، المسيح بيديك نفسه، بيديك جسده اللي على الصليب، بيديك دمه اللي على الصليب، يقول لك خد اتحد اشترك عشان موتي وقيامتي وصعودي وجلوسي عن يمين الاب تبقى انت معايا. انا عامل كده زي حمامة صغيرة شافت واحد لابس برنس جميل، والحمامة بسيطة فعجبها البرنس فراحت دخلت في العب بتاع اللي لابس البرنس ده. يجي الراجل بتاع البرنس ده يروح الناحية دي الحمامة في جيبه من جوه، يروح الناحية دي في جيبه من جوه، يطلع الطيارة الحمامة في جيبه من جوه. أنا زي الحمامة دي، أنت زي الحمامة دي. أنا عايز أقول أنا زي النملة اللي دخلت في برنس المسيح رئيس الكهنة، أم لما دخل قدام عرش الآب السماوي وفتح كده البرنس بتاعه قدام الآب، لقاه مليان شعوب وقبائل، بقى فيه جرجس وبقى فيه مرسى وبقى فيه مريم وبقى فيه متى وبقى فيه يوحنا، كلنا بقينا معاه، اختبرنا موته واختبرنا قيامته وصعدنا مع اهل السماء وجلسنا عن يمين الاب، والمسيح جالس عن يمين الاب، وانا جواه جالس عن يمين الاب. فده معنى اخر، شركة في موت وقيامة وصعود الرب وجلوس على يمين الاب، وكرازة بهذا، وكرازة عن خبرة اتحاد بيه، مش كرازة عن معرفة بس، ولكن كرازة عن خبرة اتحاد بيه. المعنى الاخر لذبيحة الافخارستية هي دخول في عهد جديد مع الله.
دخول في عهد جديد مع الله. بولس الرسول في رومية 5:10 يقول: ونحن أعداء صلحنا مع الله بموت ابنه. يعني احنا كنا أعداء مع الله، بس كل ما تعمل الخطية انت بتعمل عداوة مع ربنا. ولكن عشان تتصالح مع ربنا، ربنا قدم الطريقة العجيبة دي، انه قدم ابنه على الصليب ومات الابن عشان نتصالح مع الله بموت الابن. واللي حصل ده فعل دائم لينا، ان احنا باستمرار بنتصالح مع الله في موت المسيح. تقول لي وانا هوصل ازاي لموت المسيح دي؟ ما ده اللي قلته لك من شويه، انك انت بتاخد الجسد اللي قدم على الصليب والدم اللي سفك على الصليب، فاصبح كل مره تدخل للتناول المقدس، كل مره تيجي قدام المذبح وتتناول تاخد الجسد والدم، انت بتتصالح مع الله، انت بتدخل في عهد جديد مع الله. عشان كده في متى 26:26 يقول: اخذ الكأس وشكر واعطاهم قائلا: اشربوا منها كلكم. على فكرة الكلام ده بيقوله مين في القداس؟ بيقول ابونا الكاهن، عشان يفكركم كلام المسيح يخليكم تعيشوا هذا الكلام. قالوا اشربوا منها كلكم، كلكم مش بعضكم، كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. ده الدم بتاع العهد الجديد. أنا نفسي النهاردة بنعمة ربنا وانت بتتقدم للأسرار المقدسة، وانت بتتقدم للأسرار المقدسة تحط في قلبك كده: يا رب خطاياي انت حملتها، ومن اجل دم المصلوب ادخل في عهد جديد، ادخل في عهد جديد معك. نفسي تحس وانت بتتناول، ونفسي تكون دي خبرتك الحية مع المسيح، ان كل مرة بتتناول انت بتدخل في العهد ده، وبتؤكد هذا العهد، لان ده دم العهد، ده دم العهد. يعني ايه دم العهد؟ دم العهد يعني انت دخلت في عهد مع الله، دخلت في تعاقد مع الله، انك بتقول له انا باخد دم ابنك النهاردة عشان انت تبقى الهي وانا ابن ابقى ابنك، انت تبقى الهي وانا ابقى بنتك. يعني ايه العهد الجديد؟ شرح ارميا 31:33 قال: هذا هو العهد الذي اقطعه مع بيت اسرائيل بعد تلك الايام، يقول الرب: اجعل شريعتي في داخلهم واكتبها على قلوبهم، واكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا. بعد تلك الايام، بعد عمر طويل يا ربي ضاع من حياتي، انا النهارده بدخل قدام المذبح وبقول لك داخل في عهد جديد، عهد جديد تبقى انت الهي وانا من شعبك، عهد جديد ان روحك القدوس يكتب الشريعة في داخلي، عهد جديد ان النهاردة المسيح بدمه وجسده بيسلمني الانجيل، مش كمعرفة ولكن يسلمني الانجيل كحاجة جوه قلبي، مكتوب على قلبي، شريعة الله بالروح القدس مكتوب على قلبي، واكتب اعمالي حسب اقوالك. ان النهاردة بدخل عهد، بقول لك يا رب انا النهاردة داخل في لجسدك ودمك، مش راجع تاني،
ابدا للحياه القديمه والسكك القديمه. النهارده عهد وعهد جديد معاك بدم يسوع المسيح. النهارده لو كنت انت واعي بالروح القدس مش ممكن ابدا هترجع نفس الشخص، مش ممكن ابدا هترجع من خارج باب الكنيسه النهارده بنفس الطبيعه القديمه، بنفس الشهوه، بنفس الكراهيه، بنفس الغضب، بنفس الحسد، بنفس كل الزباله بتاعه العالم دي. مش ممكن، لان النهارده انا وانتو مدعوين لمذبح الله عشان ناخد ندخل في العهد الجديد. ناويين تدخلوا العهد الجديد النهارده ولا مش ناويين؟ عايزين ولا مش عايزين؟ انت اسال نفسك كده، قول لها نفسي النهارده فرصتك زي ما كانت فرصه زكا. زكا خد فرصه العمر، قال له انزل يا زكا انا النهارده اكون في بيتك. والنهارده فرصه العمر ليك. المسيح بيقول لك انزل بقى، انزل من الطبيعه القديمه، وانزل من الذات بتاعتك، وانزل من كل ده، وتعالى نتعشى مع بعض ونعمل العهد الجديد ده مع بعض بدم ابن الله. فده المعنى الاخر للافخارستيه او للتناول، دخول في عهد جديد مع الله. الشريعه بقت مكتوبه في القلب، عشان كده بقى التصرف بقى تصرف مختلف، لان انا بقى ليا شريعه جوه خاصه، هي شريعه المسيح اللي انا بعيش فيها. المعنى الاخر لسر التناول او للافخارستيه هي ذبيحه شكر لله. هي كلمه افخارستيه اصلا من اليونان افخارستومين، من الفعل بمعنى يشكر. حتى برضه احنا بنقولها بالعربي سر ايه، حد واخد باله سر ايه؟ الشكر. لانه هذه الذبيحه هي ذبيحه شكر عن العالم كله لله الاب، هي ذبيحه لغفران الخطايا، هي ذبيحه للحياه الابديه، هي ذبيحه شكر. ذبيحه شكر يعني اللي عايز يشكر ربنا بيشكر ربنا في صلاته، ويشكر ربنا بتقدماته، ويشكر ربنا بعطاياه. بس كل ده ازاي هيوصل للآب السماوي فوق؟ اقول لك كل ده بيوصل لما انت بتيجي بهذا القلب الشاكر وهذا المنهج الشاكر، وتيجي تتحد بجسد ابن الله ودم ابن الله. يبقى انت اشتركت في ذبيحة الشكر، ونقول له يا ملاك هذه الصعيدة الطائر إلى العلو بهذه التسبحة أذكرنا قدام الله. تطلع ذبيحة الشكر بتاعتنا في ذبيحة المسيح. حتى الرب يسوع لما قدم جسده ودمه، لوقا 22:17 يقول إيه؟ تناول كأسا وشكر. تناول كأسا وشكر. لوقا 22:19 يقول اخذ خبزا وشكر. واحنا في اول حاجه في القداس بنعملها لما بنقدم الحمل بنقدم صلاه الشكر، صلاه الشكر. فيا ريت يكون عندك هذا الشعور او هذا الاحساس، انك انت وانت جاي الكنيسه وجاي تشترك في جسد ابن الله ودم ابن الله، انت جاي تشكر ربنا، جاي تقدم شكر لله الآب في المسيح يسوع من خلال هذه الذبيحة. انت جاي تقدم لله الآب ذبيحة الشكر، ذبيحة الشكر. محدش راضي على حاجة في حياته، هو ده صح؟ تعرفوا مشكلة آدم وحواء في الجنة ايه؟ اللي خرج آدم وحواء
انهم ما شكروش ربنا على عطيه، قالوا لا عايزين غير كده. اللي متجوز مراتي مش عاجباني، انا عايز واحده تانية، يا ريت كنت اتجوزت واحده تانية، مش انا يعني. اللي متجوزه عايزه زوج تاني، انا بشكر ربنا على مراتي. اللي متجوزها لا يا ساتر، ده ايه الواقعه دي، كنت واحد تاني. اللي عنده عيال عيال فلان، ودايما يقول لك الحشيش اخضر عند مين؟ عند الجار. يعني الحشيش بتاعي مش ايه؟ مش حلوة ابدا. القوة بتاع الجار اللي حلو، الست بتاعته اللي حلوة، والراجل بتاعها اللي حلو، والبيت بتاعه اللي حلو، وعياله الحلوين، والشهادة بتاعت فلان اللي حلوة، ومش عارف الفلوس بتاع فلان يا بخته، ولكن انا مفيش. أترين وأنا بعمل كده أنا بطرد نفسي من الجنة. أنا في الجنة بس مطرود من الجنة، أنا في الجنة بس مش عايش في الجنة. فلما باجي القداس، لما باجي القداس عشان أتناول، ربنا بيقول لك راجع نفسك. لما طاف قدامي على المذبح قل له أشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. أشكرك على زوجتي، أشكرك على زوجي، أشكرك على أولادي، أشكرك على كنيستي، أشكرك على شغلي، أشكرك على صحتي، أشكرك على كل حاجة في حياتي. قل له أشكرك. جربها النهاردة، جربيها النهاردة، جربها النهاردة وشوف أنت هتحس أنك في الفردوس ولا لا. عايزك النهاردة قل اشكر ربنا على اللي ادهولك، على اللي فيك. تعال اتحد في ذبيحة الشكر وقول يا ربي انا تناول النهاردة مش بس جاي اخد غفران للخطايا، ومش بس جاي اخد حياة ابدية، انا جاي عشان اشكرك. بحب قوي لما اسمع الطفل صغير يصلي على الاكل ويقول لي كده ثانك يو ثانك يو ثانك يو. احنا عايزين كده، عايزين كده بروح الطفوله. اشكر ربنا النهارده واتناول بهذا الروح واشترك في هذه الذبيحه. لهذا بولس الرسول في عبرانيين 13:15 يقول فلنقدم به كل حين لله ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاه معترفة باسمه. أقولها لكم تاني وأفسرها لكم. فلنقدم به، هي الحقيقة في ترجمتها اليوناني ممكن تتقال فلنقدم فيه. نقدم فيه، فيه اللي هو مين؟ هو مشكلة بولس الرسول في الرسالة بتاعته انه بيستخدم الضمائر كتير. فلنقدم فيه يعني فلنقدم فيه المسيح لله، يعني فلنقدم للمسيح في المسيح لله الاب، هقدم له ذبيحه التسبيح اي ثمر شفاه معترف باسمي. يعني انا جاي النهارده وفي كل قداس الهي اتناول عشان اتحد في جسد المسيح، علشان في المسيح اللي هتحد فيه ده ويبقى فيا، في المسيح ده كل الشكر بتاعي هيتقدم لله الاب. حد كان حاطط دي في باله هو جاي الكنيسه النهارده؟ انا جاي عشان اقدم ذبيحه شكر. يا ريت دي تبقى في ذهنك وفي قلبك النهارده وفي كل مره تتقدم للاسرار المقدسه. اخر حاجه عشان الوقت، التناول او الافخارستية هي شركة المؤمنين في الجسد الواحد، شركة المؤمنين في الجسد الواحد. يعجبني احد القداسات القديمة كان في صلاة بتقول كما كان هذا الخبز حبات قمح متناثرة على الجبال وجمعت في خبزة واحدة اجمعنا نحن ايضا
في جسد واحد هو جسد المسيح. ما هي القربانة اللي بقت جسد المسيح؟ لو انت فكرت فيها، القربانة دي اصلها كانت حبات قمح، ما تعرفش كانت متنطورة فين ولا جاية منين ولا من اي جنينة ولا حتة كتيرة اشتركت في تكوين القربانة دي، والقربانة دي بقت قربانة واحدة، والقربانة الواحدة دي بقت هي جسد المسيح الواحد، وجسد المسيح الواحد بقى كلنا شركة في جسد المسيح الواحد. هو ليه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ما بتوزعش بسكوت على الشعب زي كنايس تانية، وكل واحد ياخد البسكوتة في ايده، عارفين الحكاية دي، والكاس الصغير ده اللي فيه شوية الأبركة، وبعدين أبونا أو الباستور عندهم يعني يصلي، وهو بيصلي كل واحد يروح واخد البسكوتة بتاعته، أو ممكن أبونا هو يدي لكل واحد بسكوتة. يعني ليه؟ لأن الروح القدس علم الكنيسة الأرثوذكسية اللي عمله المسيح أنه خد خبزة واحدة وقدم منها للكل عشان الكل يبقى شركة في الجسد الواحد. تعرفوا في الأرياف يقول احنا يبقى في نكسر اللقمة مع بعض، يقول لك ابونا لازم نكسر اللقمة مع بعض، تقليد جميل وحلو عشان يبقى فيه نوع من العشرة ونوع من الألفة. يقول لك ده عيش وملح، عيش وملح يعني احنا اشتركنا مع بعض في اغابي واحدة. لا ده احنا عندنا اعظم من كده في الكنيسة دي يا جماعة، لا هي لقمة ولا هو عيش وملح، ده جسد المسيح نفسه اللي احنا كلنا بقينا اعضاء فيه وبقينا شركاء فيه. يعني يمكن ما كناش نعرف بعض قبل كده، ويمكن ما نعرفش بعض الأسماء فيكم، ولكن النهاردة في التناول احنا ما بقيناش أفراد، احنا بقينا ايه؟ واحد. احنا بقينا واحد في المسيح يسوع اللي احنا اشتركنا فيه. ده اللي بيقوله بولس الرسول في كورنثوس الأولى 10-17، لأننا نحن الكثيرين خبز واحد، جسد واحد، لأننا جميعا نشترك في الخبز الواحد. كلمة خبز مقصود بها الخبز الحي النازل من السماء في المسيح. احنا مع بعض يا جماعة بقينا قربانة واحدة، بقينا قربانة، صار جسد المسيح الواحد. يعني انت وصاحبك وانت صاحبتك بقيتوا جسد واحد، انتوا انا وكلنا وكل الكنيسة في كل العالم، كل شعب الله صار جسد واحد. انا مش عارف معناها ايه نبقى خارجين من التناول ونطلع نتخانق مع بعض برا، ومش عارف يبقى معناها ايه نبقى متناولين وما يبقاش قلبنا على بعضينا، مش عارف معناها ايه نبقى متناولين ومش بندور على مصلحة بعض، مش بنساعد بعض. لكن هقولها بطريقة ايجابية اكتر، لو كنا ندرك معنى ما نصنعه في الكنيسة، وان كنا ندرك جوهر ما نتناوله، كنا كلنا نحس ان احنا شخص واحد، مش عايز اقول عيلة واحدة، اكتر من عيلة، شخص واحد بقلب واحد بروح واحد باهتمام واحد بحب للكل بمحبة بتواضع بمسامحة بغفران. مش لاقيلها معنى ان حد يقول انا مش عايز اجي الكنيسة دي عشان ما اتخاصم مع فلان فبروح اصلي في كنيسة تانية يا فرحتي بيك، ولا يقول لك انا هو فلان ده بيصلي تحت طب انا هطلع اصلي فوق، ولا ابونا ده بيصلي تحت لا انا مش هصلي معانا اصلي مع ابونا اللي فوق، او اصلي مع ابونا اللي تحت واسيبك من ابونا اللي فوق.
يا جماعة هذا غلط خطأ، ده معناه ان احنا مش فاهمين احنا بنعمل ايه. احنا شركة في خبز واحد، يبقى اذا لا يجب ان يكون هناك اي خصومة او اي عداوة بيننا وبين بعض، بل بالعكس يجب ان يكون في كل حب لكل اعضاء الكنيسة. ما تبقاش بك على اللي جنبك، او ما تبقاش متململ على اللي جنبك ومتضايق من اللي جنبك ومتضايق اللي شكلها معرفش ايه. ده احنا جسد واحد واحنا خبز واحد، احنا جسد المسيح، ينبغي ان نسلك بهذا السلوك. دي بعض الاشياء عن المعنى الروحي للإفخارستية. حبيت بس ان انا يعني انشط ذهنكم وقلبكم، علشان رجائي من الله ان النهاردة وكل قداس لما تتناولوا بفكر متجدد وبخبرة حية وشركة اعمق في ذبيحة ابن الله الذي نمجده مع الآب، نمجد المسيح مع أبيه بالروح القدس، له كل مجد وكرامة إلى الأبد.